تحياتي مشاهدينا متابعينا على انفوجرات النمسا ميديا في برنامج من فيينا. وبعد انقطاع لفترة من الزمن عاد البرنامج ليحاول تسليط الضوء على بعض القضايا. القضايا التي لا تهم النمسا، لا تهم التي لا تعنى في النمسا، ولكن البرنامج الذي أطلق عليه من فيينا هو يعنى بالشأن العالمي وأطلق عليه من فيينا لأنه يبث من فيينا. سنحاول اليوم التوضيح والنقاش، نقاش على العديد من المواضيع التي موجودة هي في بلادنا، في البلاد العربية، في هذه الجغرافيا الممتلئة والمليئة بالصراعات والمواجهات اليومية والتغيرات، ولكن التي لا تغير حال المواطن العربي لربما كما يقال إلا للأسوأ. ولهذا الموضوع، لهذا الحوار، سيكون معنا اليوم في سلسلة من المواضيع التي سنبثها تباعا في هذا البرنامج مع الدكتور خالد القسايمة، الدكتور في القانون الدولي والذي هو من الأردن. دكتور خالد، تحياتنا لك وشكرا لك اليوم بزيارتك على لبرنامج من فيينا وقناة انفوجرات. أنا بدي أتشكر حضرتك، أنا محظوظ جدا يا لسعادتي بالتواجد مع حضرتكم. تحياتي دكتور خالد. يعني بصراحة أنا قبل ما ندخل بمواضيعنا، مشان إحنا المشاهد والمستمع اللي عم يتابعنا، بهمنا نعرف من هو دكتور خالد القسايمة. أنا خالد قسايمة من قرية في الأردن في إربد، في ظروف معينة، يعني هي مش سر، بظروف معينة تركت الأردن بسنة 1996. وطبيعي كانت في مواجهة بيني وبين نظام الهاشميين. وطبيعي ذهبت من سوريا إلى لبنان ودرست القانون في لبنان. في جامعة اللبنانية، في فرع الثاني جل الديب. ومن ثم يعني درست فترة في لبنان في مدارس بالأوزاعي بحي السلم. درست تحديدا إنجليزي ورياضيات. ومن ثم انتقلت لجنوب أفريقيا. درست القانون الدولي، كيف درست الإنجليزي والرياضيات؟ أما أنا مهندس محطات قوة، كنت أشتغل في محطة العقب الحرارية. مشغل وصيانة. جميل. ومن ثم انتقلت لجنوب أفريقيا ودرست قانون الكمبيوتر والمعلوماتية، وكنت محاضر بس تخرجت، كان هذا التخصص جديد اللي هو الاي سي تي لو. فاحتاجوني أني أكون محاضر فتعينت. وكملت الدكتوراه وأنا بشتغل في نفس الجامعة بالقانون الطاقة النووية. وهو قانون دولي وقانون وطني كذلك الأمر. يعني طبيعي أنا رسام وكاتب، ومؤخرا لما انتقلت للنمسا كانت فترة الكورونا أعطتنا فسحة من الوقت إنه نجلس مع عائلاتنا. وألفت كتاب الإرهاب الملكي في الأردن. هذا الكتاب كتاب الإرهاب الملكي في الأردن. خلينا قبل موضوع الكتاب. بجنوب أفريقيا شو النشاط اللي عملته؟ تفضلت أنك انتقلت بمرحلة عمرية معينة، يعني قضيتها بهيك بموجز سريع بجنوب أفريقيا، بعدين صرت بالنمسا. خلينا بجنوب أفريقيا. بجنوب أفريقيا أنا سجلت في جامعة جنوب أفريقيا الماجستير، قلوا له الألأم ماجستير في قانون الكمبيوتر والجرائم الإلكترونية. وحق الملكية على بالديجيتال انفايرومنت، بالبيئة الرقمية. وكنت أدرس، فكنت أنا في دائرة القانون الدولي والدستوري والقانون العام، ودرست قانون الطاقة النووية أيضا. طبيعي كان إلي
يعني بعض النشاطات، انه انا كنت المحامي تبع الوستن صحارى لو الصحراء الغربية والبوليساريو، وصديق لهم وزرتهم، زرتهم في العيون، وكذلك الأمر كنت قريب من الأفريكان ناشونال كونغرس. وبعدين بال2018 أنا والملك متمكولو الثالث، ملك هذا ملك الأمشلوبي القبيلة في جنوب أفريقيا، عملنا حزب اللي هو الـ ARU African Renaissance Unity Party بال2018، لكن ما يعني ما نجحش، وأنا انسحبت من الحزب لأسباب يعني كانت إدارية واختلفت. يعني بعيدا عن هالتفصيلات هاي، بعدين شو كيف يعني ان طور وضعك بي؟ أنا فهمت منك بحوارنا الجانبي ما قبل بس البرنامج انه كان عندك علاقات مقربة جدا مع الرئيس، الرئيس في نعم في جنوب أفريقيا، ومع الرئاسة بشكل مباشر. يعني جنوب أفريقيا بتحاول، العلاقة كيف تشكلت؟ لا، هي جنوب أفريقيا بتحاول، يعني حكومة جنوب أفريقيا بتحاول تستفيد من الخبرات اللي موجودة عندها. فإذا في خبرات معينة عند يعني كثير من، مش بس أنا لحالي، يعني في كثير من زملائنا كانوا تطلبهم الدولة لاستشارات، وهذا بسموه يعني عندهم إشي اسمه سكوندمنت، يعني هو ممكن يطلبوا أكاديمي من جامعة مثلا يلحقوه بالساوث أفريكان لو ريفورم كوميشن اللي هي تعديل القوانين، لجنة تعديل القوانين، أو يطلبوا للبرلمان أو ولذلك يعني طبيعي في أشياء بتكون يعني أنت موقع على disclosure agreement، يعني ما بتحكي عنها لأنها بتكون هاي خاصة في الدولة نفسها. أنت تم استدعائك بناء على خبرتك بالقانون الدولي ولا بموضوع اللي تفضل الجرائم الإلكترونية بناء على شو تقريبا؟ يعني أسعيات، أنا عندي خبرة في القانون الدولي وعندي خبرات، يعني هاي بسموها interdisciplinary، فعندي خبرات بكثير بأكثر من علم. ولذلك يعني كثير صارت في إلي مشاركة بأي كونسورتيوم بتعلق مثلا بمشاريع معينة، في مشاريع كثيرة لا نستطيع بثها على أو التكلم عنها. لا لا أقصد بجنرال، يعني بشكل عام general، بشكل عام إن جنرال، إنه في مشاريع كثيرة الدولة مثلا ممكن إنها تستدعي حدا، وطبيعي بيخضع لموافقته، يعني ما لموافقته هو، يعني إذا بوافق يروح يقدم خبراته، لأنه الدولة عندها كادر بيروقراطي وبحاجة لخبرات. يعني وهذا هي الدولة، الدول العربية اللي ما بتعمله، الدول العربية بيروحوا بيجيبوا لأنهم بيروقراطيين، بيروحوا بيجيبوا خبراء من ألمانيا، من أمريكا، من إسرائيل. يعني المخابرات الأردنية مؤخرا عرفنا أنهم أخذوا خبرات شركة أمنية بريطانية، جميعهم متقاعدين من الـ MI6. يعني وهذا الخطير، أنه لكن في جنوب أفريقيا هي دولة بتحاول تتحرر من ماضيها، وشعب عنده إرادة أنه يتقدم. وشفنا هذا النهج في أفريقيا كلها، يعني مش لا يقتصر الأمر على جنوب أفريقيا، الأفارقة شعورهم بالظلم، شعورهم بالاستعمار وما بعد الاستعمار، البوست كولونيال إيرا، هاي مرحلة ما بعد الاستعمار، وبدهم يتخلصوا منها، وبدهم يبنوا شعبهم، وبدهم ينقلوا للأجيال القادمة، ولذلك في تشريعاتهم. الدكتور خالد شو استفاد من تجربته بجنوب أفريقيا؟ حقيقة وأنا أقولها يعني بكل وضوح، لو خيرت ما بين جنوب أفريقيا وجامعة جنوب أفريقيا بالذات وجامعة هارفارد، لن أقبل إلا جامعة جنوب أفريقيا، لأنه جامعة جنوب أفريقيا أولا هي مدرسة قانون متطورة جدا، وتعلمك يعني مش بالسهولة إنك والله تأخذ دكتوراه من جامعة جنوب أفريقيا. بنفس الوقت
هم يعلموك الحرية، يعلموك النقاش، يعلموك مبادئ النقاش، متى أنت تصمت، متى تتدخل، كيف تحترم آراء الآخرين من غير ما تغلط عليهم وتسب عليهم، وكيف هم راح يحترموا رأيك وحقوقك. حتى وإن كنت أنا أجنبي في جنوب أفريقيا، أنا كنت بمارس نشاطي السياسي بكل حرية وبكل راحة، كنت أنتقد رئيس الجمهورية. نعم. أنا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جيكوب زوما انتقدته أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر في على العلن، ولم يعني يحاسبني أحد. نعم. لكن كان في مرحلة تدريبية. ليش؟ لأنه أنا جيت من ثقافة أردنية، ثقافة القمع، ثقافة عدم احترام الآراء، عدم الحرية في أنك تقول رأيك ورأيك محاسب عليه. نعم. يعني احنا فعلا هلا احنا دخلنا مباشرة بالشأن الأردني، واللي انا فعلا بهمني انه يعني ما بعرف كيف قراءتك للمشهد الأردني، خاصة يعني خلينا نقول بالسنتين الى الثلاث سنوات الأخيرة، شهد حراك معين، شهد بعض الفضائح مثل كشف وثائق بندورة او ما يقال عليها، إضافة للعرس الملكي لابن الملك في الفترة الأخيرة، وإضافة للأمور اللي طلعت بعده كمان، بعض يعني الصور التي سربت عندك، كمان موضوع الأمير حمزة. ما بعرف الدكتور خالد، يعني بدنا نسأله هيك بالعامي، شو موقعه من الإعراب؟ هو أصلا ليش ترك الأردن وطلع قبل حتى وصوله كل هالمرحلة التاريخية، خاصة الثلاث سنوات الأخيرة؟ أعتقد لربما يعني كما يقول مراقبون يمكن كانت الأكثر ثلاث سنوات جدل بالأردن. يا إلهي، كم يطول الحديث في هذا الأمر، لكن بإمكانك تحكي بالعامي، بإمكانك تحكي بالطريقة اللي بتريحك، ما في داعي يعني رياحية دكتور خالد. نعم. خاصة كان عشت فترة طويلة وتحدث باللغة الإنجليزية وهلا باللغة الأمر، فبالطريقة اللي بتريحك. يا إلهي كم يطول الأمر. والله العظيم يعني هو الأمر، يعني أنا بالنسبة لي خليني أبدأ من عندي أنا، خليني أبدأ أنا من عندي. لما أنا كنت في فترة في لبنان ورجعت على الأردن وشفت الأردن كيف هي، هنالك يعني حدثت معي حادثة. نعم. كنت رايح في عمان، وأنا من الناس اللي ما بيعرف اتجاهات، مش بالسهولة تعلمني اتجاهات، لا يهمني الاتجاهات. معلش معلش أنا نعم. بفهم توربين وبويلر. نعم. وبس الشوارع وما. فالمهم وقفت أنا في مكان ما بعد ما نزلت من الباص في العبدلي في عمان. نعم. وجيت سألت شرطي. أي سنة هذا الكلام؟ هذا الحكي بسنة 1988، الله العليم. نعم. إذا كنت بذكر، سألت شرطي، كنت بدي أروح على مستشفى إيطالي، الله إذا بتذكر مزبوط اسمه روزميلا. فسألته، قال لي بتنزل من شارع الأمير زيد لشارع الأمير محمد، بعديها بتطلع على إيدك اليمين بشارع الأمير حسن، تنزل على الساحة الهاشمية، بتطلع على شارع الأميرة بسمة، بتطلع على مش عارف شو. فسألته قلت له أنا بأملاك خاصة، طلع فيه هيك ولا، بقول لي يا بلدية تعرف أني بحبسك هالساعات. فأنا مزحت مزح. قديش كان عمرك وقتها تقريبا؟ يعني 18-19 بده يكون هيك شيء. بال 18-19 قلت له هذا الكلام. جميل. أنا قلت له يعني أنا بأملاك خاصة شيء طبيعي، أنا هي مزحة، لكن أنا فهمت إنه هذا الأردن مش بلدي، هذا مملوك طبيعي. أنا شو بده يعرفني بهاي الأمور كلياتها؟ يعني إحنا مش مثقفين سياسيا، يعني أنت بالمدرسة بتوكل عصي، بالمضافة بقول لك اسكت يا ولد، اسكت يا ولد. وفي عملية تنشئة فيها عبودية لهذا الملك. نعم. يعني أنت كتب الاجتماع، يوم النشاط بتغني أغاني وطنية، هاشمي هاشمي ونشهد هاشمي، بتغني أحببناه وبايعناه وزارعنا الراية في يمنا. هذا عملية تنشئة، يا مليك العربي لك من خير نبي، شرف بالنسب، هاي الأغاني.
اللي في الأردن هاي بسموها أغاني وطنية. طبيعي كذب، من وين شرف النسب؟ وشو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أبا أحد من رجالكم. المهم أنا شعرت إنه هذا الزلمة راح يأذيني، قلت له أنا والله سأل السؤال. طبيعي أنت تخوفت يعني وقت عندك 17 18 19 سنة. سايات الخوف أنا ما بعرفه، دفشني هو هيك غن دفشني. طلعت فيه هيك قال لي ما تجحر، لا تجحر ولا يلا قلب وجهك. عرفت انه انا انسان في الاردن بلا قيمه، مثل ما بقول الدكتور نصير العمري، انا لم اشعر بانسانيتي. دكتور نصير العمري على البث دائما بقول انا لم اشعر بانسانيتي الا عندما حصلت على الباسبورت الامريكي. يعني انا كاردني، انا كمواطن لا اشعر بانسانيتي الا اذا حصلت على على باسبورت اجنبي. شو هالاحتقار للانسان، شو احتقار انسانيه الانسان. ذهبت والغيظ يملأني. طبيعي أنا عرفت أنه عدوي هو الملك، لأنه هذا أنا بالنسبة لي انتقدت الملك في إله عدد كبير من العبيد المنحطين اللي ما عندهم قيم عليا، هذول راح يعتدوا علي. إذن هذا وجود الملك هذا يتعارض مع وجودي كإنسان كمواطن. مش بس أنا لا أفكر في نفسي فقط، إذا علي خلص بترك البلد، إذا أنا بس لحالي. صرت أنكت على الملك، أقول الملك ما بيحبني لأني أطول منه، أنا طويل وجميل والملك قصير. هل صدف والتقيت في أي لقاء؟ لا ولم أسعى للقائه، ولم أسعى للقائه. ولماذا؟ لكن اللي صار أنه تطور الأمر لما دخلت الجيش. وتخيل أنه أنا أروح على الفرقة 12 أخدم في لواء طلال إلا هو أخو لواء عالية، الأمير عالية لواء الملك طلال، ومن ثم أخدم في كتيبة الأمير حسن الآلية الرابعة. قلت هذا مش بس الشوارع مملوكة، هذا الجيش عندك كتيبة الأميرة بس، ما كتيبة مش عارف شو. إيه هذا إحنا مملوكين لإلهم هذولا، إحنا يعني فعلا مثل الملكيات اللي في العصور الوسطى، مثل اللوردات والإقطاع. نحن عبيد عندهم هذول. فالحقيقة في هاي الفترة في الجيش صارت إشكاليات بيني وبين المخابرات الاستخبارات العسكرية. وكان هناك مقدم أنا أذكره جيدا، هذا رئيس الاستخبارات العسكرية في لواء طلال اسمه عسكر عواد، من أحط الشخصيات. طبعا سجنت عندهم لكن شفت التعذيب، وكان التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين. يعني الأردنيين بضربوهم مش كثير، يعني ببهدلوهم، بس الفلسطينيين لا هذا تعذيب ممنهج ضد الفلسطينيين، تعذيب ممنهج. أنا رأيته بعيني، تشوفته بعيوني. أنت أردني ما ليس فلسطيني؟ أردني. أنا أردني نعم، أردني الأصل. فأنت ما تعذبت التعذيب هذا؟ لا ما تعذبتش، يعني سجنوني عندهم. نعم سجنوني، لكن شفت تعذيب الفلسطينيين، تعذيب مثل شو؟ عفوا يعلقوهم هذا الشبح هذا. وطبيعي يعني في منهم عندي في الكتاب ورولي شو اللي حصل معهم، مثل الدكتور أسامة عكنان، مثل طاهر الأستاذ طاهر نصار المحامي، هذا عذبوه تعذيب هائل. يعني تخيل بقول لي أنا كنت أصلي بعيوني لأني ما كنت أقدر أفتح ثمي، أنام ما أقدرش أتحرك. طاهر نصار فلسطيني وسامعك ليش نعم. ليش هذا التعذيب برأيك أنت؟ ليش كانوا يعذبون بهذه الطريقة؟ يعني هل في يعني وضع سياسي معين؟ هل في حالة إجرامية معينة عم يتعامل معها؟ يعني بحيث إنه يعني باعتبار هم السلطة الحاكمة، يعني وفينا نقول جدلا من حقهم إنه هن يحققوا بالطريقة اللي برأوها مناسبة، بس جدلا يعني لا إحنا لا نتفق بعد التعذيب، بس ليش هيك الفلسطيني تحديدا كانوا يعاملوا بهذه الطريقة؟ والفلسطيني لحد الآن هو أصلاً مؤسس عليه نظام أبارتايد معين، نظام فصل عنصري معين في الأردن وفي لبنان. في لبنان نظام الفصل العنصري اللي ضد الفلسطينيين لا يضاهي، أنا شايفه بعيوني لا يضاهيه أي شيء. خلينا بالأردن، هنيجي على بالأردن. أنا اللي فهمته بعد في وقتها ما كنت أقدر أفهم هاي الأشياء، لكن بعد ما درست قانون شفت يعني تجارب شعوب أخرى، وخصوصا بعد ما خلصت تأليفي لهذا الكتاب وفهمت
يعني لأنه بالكتاب هذا راح أحكي لك كيف أنا ألفته، لأنه ما في مراجع، فاتبعت منهجية معينة. هسا لما نوصل لإله بنحكي عنه. وخصوصا أهم رأي كان عندي، رأيي في هذا المجال، رأي الدكتور أسامة عكنان. طبيعي هذا الزلمة هو أردني، لكن هو من أصول فلسطينية ولا يحب أن يقول كذا أي حد عنه كذلك الأمر، هو يحب أن يقول عن نفسه أردني. ليش؟ لأنه بعد مؤتمر أريحة هو انضمت فلسطين للأردن. هالسعيات بعد أيلول الأسود واللي صار في مجازر ضد الفلسطينيين، لحد الآن إحنا ما نعرف عدد الذين قتلوا ومن الذين قتلوا، ولا نعرف الملابسات كل الملابسات. بس يعني هنا بيقولوا إنه موضوع أيلول الأسود إنه هو كان موضوع الفلسطينيين بدهم يستولوا على الأردن ويعملوها يعني معبر للانتقال. الحقيقة مش صحيح لفلسطين. يعني هذا 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 اللي بتقوله، خلينا نقول المرحلة التاريخية. ما هو في عندك سردية رسمية أستاذ أحمد، عندك سردية رسمية والناس بتحب ترسرد هاي السردية. والطبيعي يعني أنت يعني الدكتور خالد بيرفض وبيرفض كل سرديات المنظومة الحاكمة في الأردن وفي الوطن العربي، الوطن كله. العربي وكل الوطن العربي كلهم كذابين يا أستاذ. طيب أحمد، خلينا بجزئية الأردن. أنت إمتى طلعت من الأردن؟ شو كان السبب الرئيسي يخلاك تترك أهلك وناسك؟ هو في خاصة أنت من عشائر، ما يعني لا من العشائر، إحنا من العشائر. نعم. من العشائر، من رد لا عشيري أكبر وهكذا. السعيات أنا بالنسبة لي في اللي صار انه وجهت الي اتهامات بتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان على الملك بموجب المادة 165 من قانون العقوبات الأردني. بس هذا كان من قانون محكمة أمن الدولة، يعني كمان نفس الشيء، أخذونا على المحكمة العسكرية. طبيعي أنا بالنسبة لي يعني من الجيش عملت حالات فرار كثير وكنت أحتقر الجيش. يعني أنا لما شفت الجيش الأردني قبل ما أدخل الجيش كان في احترام للجيش الأردني عندي مثل باقي الأردنيين، بس دخلت الجيش عرفت إنه هذا جيش يحمي فقط حدود إسرائيل، هذا فقط لحماية حدود إسرائيل. و أنت ترى دكتور خالد يرى أن الجيش الأردني هو فقط لحماية حدود إسرائيل ومرتزقة. حمايتها من مين؟ حمايتها هذا هو اللي برجعنا للفلسطينية، لأنه هو أصلا أيلول الأسود إجا على أنه كانت الأردن الحاضنة الرئيسية للثورة. نعم. ولم تكن الثورة فلسطينية بل كانت ثورة أردنية، لأنه هاي هم أصلا الفلسطينيين بعد مؤتمر أريحة هم أردنيين بموجب هذا المؤتمر وبموجب قرارات هذا المؤتمر انفرضت على الفلسطينيين الجنسية الأردنية، واللي رفض من الفلسطينيين الجنسية الأردنية ربطوا له البغال وجروا على شو اسمه سجن المحطة. ولذلك فرضت الجنسية الأردنية على الفلسطينيين. الهاشميين أو الهاشميون أخذوا الديموغرافيا وتركوا الجغرافيا وتخلوا عن الجغرافيا، وهذا مخططهم. هم أصلا هم وكلاء الاستعمار، مثل ما بقية الأنظمة العربية هي وكلاء للاستعمار. فهم الفلسطينيين بعد معركة الكرامة خصوصا، وفيها نوع من النصر المضخم، فصار في التحام ما بين المقاومة الفلسطينية الحقيقية وشو اسمه الأردنيين. نعم. وهذا كان لا يعجب الملك. نعم. وبالتالي الملك كيف راح يفسد هذا الملك حسين؟ هذا كان عايش. فكيف بده يفسد هذا الأمر؟ فهو بالنسبة لإله افتعل، هو افتعل أيلول الأسود الملك حسين. وبافتعاله لأيلول الأسود ولهذه المذابح غير المبررة ضد الفلسطينيين وسفك دمائهم، حتى أنه يخرج المقاومة خارج الأردن. الأردن يجب أن تكون خالية من المقاومة. ليش خالية من المقاومة؟ لأنه هم أصلاً
يعني إذا أنا بنظر للتاريخ كيف هاي بلشت الثورة العربية الكبرى واتفاقاتهم، وكيف عبد الله الأول الملك عبد الله الأول وصل إلى الحكم في الأردن، مبين اتفاق، وهذا ما تحاكم عليه الشباب الأردنيين في، يعني أنا شارح هذا لأنه كلهم، في ناس كثير قالت أنه الأردن أعطي للهاشميين وفلسطين أعطيت للصهاينة، بينما الدكتور محمد النظامي وإله فصل عندي بالكتاب يقول الأردن وديعة صهيونية لدى الهاشميين، لذلك لا يسمحوا على أطول، عندك أنت 400 كيلو حدود بين فلسطين والأردن، طبيعي هاي الحدود لا تستطيع إسرائيل حمايتها حتى لو كان مين مكان، ولذلك كانوا ينزلوا فدائية من الحدود الأردنيين الحدود الأردنية، ومنهم الأردنيين ومنهم العراقيين ومنهم السوريين ومنهم الفلسطينيين ومنهم جميع، يعني في جميع الانتماءات. نعم. ولذلك الأردن مطلوب منها أنها تحمي هاي الحدود، ولذلك إحنا كانوا بالسبعينات يسموا الفدائية مخربين، يعني في التلفزيون الأردني يقول ونزل مخربان وقطعا نهر الأردن وقاما وقتل مخربان على فهد. فإحنا بالنسبة لنا نعرف أنه الأردن دولة وظيفية، دولة وظيفية لحماية هاي الحدود، ولذلك لن يسمحوا للفلسطينيين. أنت كانوا يقولون المخربين يعني بالسبعينات، أنا أذكرها بالتلفزيون. نعم. كان التلفزيون أسود أبيض. هي اتفاقية وادي عرب اللي وقعت في 26 أكتوبر من 94، يعني يفترض أن المفترض أنه ما قبل هذا الاتفاق هو كان في مواجهة ما بين الأردن وإسرائيل، يعني خلينا نقول، ولكن ما بعد اتفاق السلام أو الاتفاق التطبيقي أو الذي هو فعليا يفترض صار في سلام، وبالتالي نتيجة هذه الاتفاقية بعدها يصبح من يخترق الحدود يصبح مخرب. فعلى أي أساس في ذلك الوقت برأي الدكتور خالد كان يقال للفلسطيني الذي في معايير ومفاهيم الدولة الأردنية كان محتلا من إسرائيل؟ هو وادي عربة هي يعني تحصيل حاصل. نعم. أي تحصيل حاصل أصلا، هو الاتفاقات ما بين الهاشميين والنظام الأردني والصهاينة أصلا هو قبل وجود، يعني إذا بترجع أنت لمؤلفات ميري ويلسون في كتاب جذور الوصاية الأردنية، كانت الوكالة اليهودية الأردنية الممثلة بالخواجة شرتوك ومير حسيدوف، موسى شرتوك، موشي شرتوك ومير حسيدوف، كان يزور الشيخ مثقال الفايز والشيخ رفيفان الوجالي وعطيو المجالي، وعلاقات وبيع أراضي واتفاقات. وتقول أكثر من ذلك أنه عندما جاء عبد الله الأول إلى الأردن وجد البيئة ملائمة للتعامل مع الصهاينة، مع الدولة اليهودية والوكالة اليهودية. طيب. بعيدا عن، يعني في تفاصيل صراحة ومحتاجة يمكن لحلقات لبحث، خلينا نأخذ بس مرحلة من الملك حسين إلى الملك عبد الله. هذه المرحلة تغير من وقت ما توفى أعتقد بـ 98 أو نعم. بـ 98 وجاء الملك عبد الله. دكتور خالد أنت كنت في الأردن وقتها ولا لا. أنت خالص خلص موقف وما في مجال للتعامل؟ طيب أنت خارج وقتها، كنت خارج وين موجود؟ كنت وقتها بين لبنان وقبرص. بين لبنان وقبرص. طيب هل تفاءلت بمرحلة الملك عبد الله الحالي أنه فعلا يكون في شيء، يعني لربما من التفاهم، من خطوط الوسط، نوع من التغيير في فترة الملك عبد الله؟ ثاني تعرف أنا هاي المرة بدي أكون صريح، أنا عادة بسب للملك عبد الله، يعني ما بنتقده حتى سياسيا، أشتم فورا على السريع أشتم، لكن هاي المرة بدي أكون صريح. أنا عرفت إنه الملك حسين هذا، يعني حتى وإن كان الأردنيون يعبدونه ويتحنثون له آناء الليل وأطراف النهار ويستزلمون على نصبه ويستقسمون وينتظرون منه أن يحمي لهم تجارة الصيف والشتاء
ويستجدون ويسترحمون ويستعطفون كأذلاء، وهذا حقيقة. الأردنيون قاطبة يحبون الملك حسين، كانوا يحبونه. هذا شيء صريح وهذا واضح على يبدو بفترة يعني لربما الاستقرار من نوع ما اللي هي فعليا كانت بالفترة، هي الفترة أصلا كانت فترة بناء لكل الدول ولكل المستعمرات، ليس حصرا على الأردن. أي مستعمرات؟ أفضل المستعمرات اللي في أفريقيا وفي كلها كانت تبني، وفي ماليزيا وفي شرق آسيا، ماليزيا، سنغافورة، كل هاي الفترة كانت فترة بناء. ليش؟ لأنه الاستعمار طلع ترك للناس فسحة إنهم يبنوا كوأوبوريشن متساهل. فأنا كنت أحتقر هذا الملك، هذا الملك حسين، كنت أعرف إنه خاين وعميل وسافل ومنحط. أنا بقول لك إياها بصراحة، خليني أقول. وهذا في موقف خلاف بيني وبين كثير من الأردنيين. ليش؟ لأنه لحد الآن إلو ذاكرة، ولهم يعني الأردنيون عندهم حالة حنين غامضة لهذا الرمز، وهذا الرمز شكل لهم نوع من العبودية الرمزية المجتمعية. فلما إجا الملك عبد الله، هذا الملك عبد الله، يعني أنا أذكر من محاكمة الدكتور محمد النظامي، لأنه قال عنه هذا ملك هاوي لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف أي شيء. في وقتها لم يهمني، ما همني أنه الملك حسين مات، ذهب إلى الجحيم، هذا ما همني في وقتها صراحة. ونظرت إلى المنظر البائس أن قادة العالم يأتون ليقبروا قائدا آخر منحطا مثلهم على يديه دماء الفلسطينيين والأردنيين، على يديه دماء أبناء جامعة اليرموك، المذبحة اللي ارتكبها في جامعة اليرموك لن ننساها، ولن ننسى دماء أبناء إمعان، وهو الذي خرج يضرب على الطاولة ويقول سنضرب بيد من حديد، ويوزع العنف على جنرالاته، لن ننسى ذلك. لكن الأردنيون يعني وكأنهم نسوا ذلك أو تغافلوا عنه. جاء الملك عبد الله، لم أحفل به ولم أعرف عنه أي شيء ولم يهمني، يعني في وقتها أنا أحاول أني أعيش، حتى كانت الحياة قاسية وصعبة، والدولة الأردنية أوقفت باسبورتي، ولذلك أنا بالنسبة لي في حالة هذاك الوقت كان لك نشاط معارض واضح مثلاً. ما لا ما في نشاط معارض واضح، عرفت علي كيف؟ لكن إذا التقيت مثلا بالسفير، أنا التقيت بالسفير أنمار لحمود هسه متوفي، وسألني هو وهذا سفير وين؟ أي دولة؟ في لبنان كان. فهو توفى يمكن بحادث لما كان على مخيمات اللاجئين السوريين. يعني هو سألني، قلت له اللعنة على الملك تبعكم، وتدخل حتى حارس السفارة ونقيب وهذا، قلت له قلبوا شك يا زلمة روح. فهون أنا بالنسبة لي حالة الاحتقار لهؤلاء الهاشميين الذين أنا أعتبرهم احتلال، احتلال لبلدي للأردن. وكثير الآن يعني إحنا يعني بإصرار مرقنا هاي الثقافة للجيل الشاب بأنه الهاشميون، بأن الهاشميين محتلين لبلادنا. فالحقيقة لم أحفل به، لكن بعد فترة وانتقلت لجنوب أفريقيا وبلشت أقف على رجلي، وهذا الحكي بال 2008، وبلشت أفوت على مؤتمرات أقدم أوراق، فكانت أول ورقة لإلي اللي هي الدستورية، الدستورية في عند العرب، وقبلها كانت في ورقة، هاي كانت ثاني ورقة، ثاني أول ورقة كانت عن عمر البشير ومحاكمة مشروعية الحكم بجلب أو بإدانة اتهام عمر البشير وهو رئيس يجلس في مكتبه، رئيس في 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 عمله. وهون صرنا نلتقي بالسفراء العرب، والسفراء العرب في جنوب أفريقيا في وقتها يعني هم أسوأ تمثيل للعرب وللأخلاق العربية. سفراء ما عندهم مش قيم عليا، ولذلك هم بلش يبين. وأنا طبيعي فترة اللي صرت أروح فيها على الفروع تبعت الحزب الحاكم وأتعلم منهم وأعرف منهم،
وطبيعي بلبنان كمان تعرفنا على كيف ممكن الواحد يكون عنده نهج سياسي، لكن هذا الحكي تعمق بال2009، وهون بلشنا انه نحكي بكل صراحة انه هذا الملك محتل ولعين، وهذا الملك سيء وما عندهش قيم عليا وما عندهش اخلاق. في الاعلام العربي مثلا هل حاول يعني يتواصل معك اي وسيلة اعلامية عربية؟ يعني الحقيقة في اكثر من وسيلة عربية حاولت تواصل معي، فاول انتقاد للملك يقطش المقابلة وما طب هن بيعرفوا اصلا توجهك مسبقا؟ لا مش بالتحديد، بيقولوا لهم هذا في مثل مين؟ دكتور مثل مين؟ في إذاعة مصرية في إذاعة مصرية اتصلت فيه بال2010 بال2010 وحاولت تعمل معي لقاء، وفورا على السريع قطعوا اللقاء. مؤخرا قناة الله العليم، قناة من قناة الشيعة، هذول المغالين، هذول الخارجين على القانون وعلى العرف وكل شيء، حكيت معي وموجودة على الانترنت، فهم قطعوا يعني سألوني عن الأردن، ولما قلت إنه الدولة تهددنا بالمصير السوري، أي أن الملك سيفعل مثل بشار الأسد، سيضرب الشعب بالبراميل المتفجرة وغاز السيرين، فقطعوا هاي وخلوا بس منه دقيقة، يعني ما في عندهم أمانة ولا أخلاق. عرفت علي كيف؟ فالطبيعي قناة نواة نيوز هي نواة نيوز. فقطعوا الجزء اللي بتعلق اللي قلت فيه هم يهددوننا بالمصير السوري، أي أن الملك سيفعل مثل بشار الأسد ويرمي علينا البراميل كما فعل بشار الأسد وغاز السيرين كما فعل بشار الأسد. هذا مجرم في سوريا، يعني هو في مجرم في سوريا، في مجرم في مصر، السيسي مجرم، في مجرم في خلينا في الأردن. خلينا فأساس أكمل لك أستاذ أحمد. نعم. فأنا بعدين صارت عندي الخبرة، يعني أنا ما كنت بعرف في وقت استلم الملك عبد الله، يعني بعدني ما خلصتش قانون، بس لما أنا بال2009 و2010 أنا متمكن بالقانون، مش كله لكن بالتخصصات اللي درستها واللي بدرسها، وصار في عندي خبرة بالاحتكاك السياسي مع الحزب الـ ANC اللي هو كان يرأسه نيلسون مانديلا. نعم. هون صرنا نفهم كيف نعمل استراتيجية ضد هذا الملك، وأنا درست شخصية الملك. الملك عبد الله أفضل من الملك حسين بآلاف المرات، هاي أول مرة بحكيها علنا. أنا أحتقره لأنه محتل لبلادي، احتقر الملك عبد الله، يعني I despise him، لانه يمارس الاضطهاد على شعبي وضدي انا كمان. انا مارس الاضطهاد علي، انا اخرجني من دياري ابوه وهو كفى اخراجي ومنعي من حقوقي المدنيه. ما حاولوا يتواصلوا معك الاردن؟ تواصلوا معي بال2018، تواصل معي عقيد من بيت الزمور، عقيد في المخابرات، وطلب مني اني أتوقف عن مهاجمة الملك ويعطوني باسبورتي. باسبورك الأردني؟ باسبورتي الأردني. أي آخر باسبور حصلت عليه بالأردن؟ فحصلت هم أخذوا أخوتي، والهيئة أنه حتى واحد من أخوتي يعني غضب علي غضب هائل. ليش؟ لأنه بسببه المخابرات، بسببي طلبته المخابرات. على أي حال من الأحوال، فقلت له أخوتي أعطوك وعد؟ قال نعم أعطوني وعد. قلت خلص احنا بنتفق بوعد أخوتي، فبعثوا لي باسبورت. بعثوا لي باسبورت لمدة سنة تجربة، وبعدها بعثوا لي باسبورت بال2019. الآن حاولت تنزل الأردن وقتها؟ لا، هم قالوا انه هاي بلدك وتعال للأردن، وطبيعي السفير حكي معي، لكن انا في جنوب أفريقيا، لكن هو سفير منحط ما عندوش أخلاق ولا قيم عليا، لأنه هو أصلا بروح على الشغل تبعولي وبقول لهم هذا مجرم. طبعا أنا مش مجرم، أنا لم أقترف أي جريمة بحياتي، إذا كان الرأي جريمة هذا عنده. طيب. خلينا ننتقل، يعني هون الصراحة احنا لأنه السرديات هون طويلة. نعم.
خلينا ننتقل الحراك اللي شهدته الأردن في الثلاث سنوات الأخيرة، بعض الوثائق التي كشفت، بعض التحركات إن كانت على الأرض، بعض التحركات الملكية على مستوى الأمير حمزة مثلا. دكتور خالد، يعني كيف يقيمها بداية كحالة تلو الأخرى، وصولا حتى نصل نحن لقراءة في مشهد أو في شكل المعارضة الأردنية بداية؟ نعم. أي جزئية بتحب تأخذ بداية؟ خلينا نحكي عن الحراك كحالة. نعم. بعدين نروح على الحراك كنتيجة شيء. هو الحراك في الأردن، الحقيقة الأردن دائما فيها حراك، بس الأردن كانت دائما تحت الأحكام العرفية. يعني انتهت الأحكام العرفية مؤخرا في الأردن، لكن هم بالنسبة لهم الحراك اللي بالأردن مفروض على الأردنيين. يعني احنا يوم الأرض بدهم يطلعوا الفلسطينيين، ومن هذا من حقهم طبيعي، لازم يصير في حبس لهم وضربهم، لكن الأردن غير مستتب غير مستقر. يعني هو بفرجيك حالة مستقرة بس الناس بتغلي، خصوصا انه في ظلم شديد جدا، وفي بيروقراطية، وفي كذلك الأمر التركيب السكاني اللي في الأردن تفرض حالة من التخوف. كمان الأردنيين بيخافوا أنه الفلسطينيين هم اللي يصيروا الدولة. الدولة طبيعي تقمع الفلسطينيين وتستخدمهم كورقة في إيدها. الآن هون إحنا لم يتوقف، حتى قبل ما يخرج البو عزيزي في تونس كان في عندنا إحنا حركة في معان، وبعديها هي فعليا فترة الربيع العربي، فينا نقول هي فعليا عمت العالم العربي بشكل كامل بشكل أو بآخر بما فيهم الأردن. هو قبل البو عزيزي الخروج في الأردن، وفي عندنا خروج ثورة الخبز سموها وقتل فيها ناس، لكن الإعلام ما بسلط الضوء على الأردن. يعني هسعيات إحنا عندنا معتقل اسمه حمد الخرشة، الآن سنة أكمل سنة إضراب عن الطعام، وين سمعنا عنه؟ ما أنت إعلامي لم تسمع عنه، الجزيرة بتحكي عنه ولا حدا بيحكي أنت عنه. كيف سمعت عنه؟ كيف أنا هذا إله فصل عندي بالكتاب. كيف سمعت؟ بتتواصل مع أهله؟ بتتواصل أنا تواصلت معاه لأنه انحكم قبل المرة. هذا الآن بالسجن ومقيد، وشو اسمه يعني أكتب حمد الخرشة، وهسعيات في عاصفة إلكترونية من أجله. سجين حمد الخرشة من الحراكيين. الحراك دائما بالأردن، الحراك دائما في الأردن. الآن بلش الحراك في الأردن، والهيئة الأردنيين لا يوجد عندهم خبرة سياسية، هذا واضح، واضح 100% إنه الأردنيين. خلينا قبل الحالة يعني شكل المعارضين، دكتور أنت موضوع الثروة التي كشفت يعني عند الملك عبد الله، هي نتيجة الحراك ببنوك سويسرا، بأكبر بنوك سويسرا، المتعاملين مع البنك كان له، يعني عم بقرأ أنا هيك كخبر مكتوب أمامي بوثائق بندورة نعم على قناة الحرة، يعني احنا بنحاول نشوف بعض المصادر، يعني وصلت إلى 200 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 244 مليون دولار. يعني هاي الأرقام برأيك يعني ما مدى صحتها وشو وكيف تعاملت معها يعني النظام الأردني أو الحكومة أو الملك الأردني كيف تعامل معها؟ نعم أستاذ أحمد، أنا أعرف عن هذه قبل ما تصدر. ليش؟ لأنه اللي كان يشتغل بهذا الأمر الدكتور لقمان الربيع، مقيم في ألمانيا، وهو مطرود من الأردن من سنوات طويلة، يمكن الآن صارت 35 سنة. قديش عدد الأردنيين المغتربين خلينا نقول يعني إلى حد ما، واللي ما عاد رجعوا على الأردن إلى حد ما، يعني ما أعرف شو في هاي بدي أحكي معاك في قضية حسام العبدالله اللي هسعيات بنيجي لها. طبيعي حسام العبدالله، الدكتور حسام العبدالله هذا كان يشتغل في الدي في 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 في, في الدولة رتبة عالية. نعم. هو كان قريب من عبد الله نسور رئيس الوزراء، يعني هو مش متذكر، هو كان بشؤون الاجتماعية مدير كبير، وطبيعي من الظلم والفساد الأردني احتج عليهم، وشو اسمه بنفس المنطق حبسوه بال 2017 وجهوا له اتهامات وهسعيات، وإله فصل عندي في الكتاب. نعم. الدكتور حسام العبدالله الآن لاجئ في وين؟ في لندن،
وشكلوا شيء اسمه منظمة الأردن، المنظمة الأردنية للتغيير. طبيعي مين الناطق الإعلامي تبعهم؟ الدكتور لقمان الربيع، حسام العبد الله ولقمان الربيع. أنا أعلم تماماً قبل هاي هم اللي اشتغلوا. أيوة كانوا يشتغلوا مع الكونسورتيوم تبع الصحفيين، فهم اللي جابوا لهم الناس الشهود وجابوا لهم الوثائق من جوات الدولة. والظاهر إنه في فريق من المخابرات الأردني غير راضي عن الدولة فبسرب معلومات للمعارضين. فريق من المخابرات الأردني. الأردني. تمام. ولذلك هم اللي بسربوا هاي المعلومات لمين؟ للمعارضين. المعارضين. يعني هاي المعلومات بدك تقول أنت فعليا يعني فعليا كان في، فينا نقول النظام مخترق، النظام فيه له أعداء بداخله، هو اللي ساهم بكشف هاي الملفات. بالتأكيد في شرفاء أردنيين بيشتغلوا بالدولة وغير راضيين عن الدولة ولا غير. أنا شخصيا في ناس بتتصل فيي بتقول. أنت على تواصل مع حدا منهم؟ مع ناس كثيرة. مع ناس كثيرة أكيد. في شرفاء أردنيين وموجودين بمناطق حساسة أو بمواقع حساسة. ولما بدي في معلومات من هون انا حصلت عليها منهم. نعم تفضل. في معلومه فهم يعني طبيعي لقمان الربيع وحسام العبد الله اكيد ما راح يخبروني كل التفاصيل، لكن انا عرفت عنها قبل ظهورها. ليش؟ لانهم كانوا يساعدوا هذا الكونسورتيوم وكانت في اجتماعات حثيثه في لندن. طبيعي هون بينت أنا برأيك لندن يعني هل ساهمت كمان بأنه بجزء من الكشف باعتبار يعني في علاقات وثيقة ما بين الملك والبريطانيا يعني. يعني خاصة كان الملك عبد الله الحالي يعني عنده علاقات وثيقة مع الملكة إليزابيث اللي توفت مؤخرا، علاقات وثيقة. ما هي الملكة إليزابيث هي كمان حرامية سافلة مثله وهم كلهم حرامية يا أستاذ. يعني لما تطلع على الصور تبع الملكة. لا بقصد يعني انه سمحوا بكشف هالملفات هاي ولا هم صحافة حرة بتهيأ لي صحافة حرة. نعم. وبعدين في مقالات يعني طلعت مثل شومنيوم كتب بنانا كينغدوم يعني مثل جمهورية الموز. الموز. نعم. طبيعي أنا ذاكر هذا، أنا معتمد على المقال تبع هذا يعني من المراجع تبعوا للبحث تبعوا لي في هذا الكتاب اللي هو شومنيوم، واللي حلله الدكتور نصير العمري. يعني طلع الدكتور نصير العمري وحلله وقال لهم هاي بالعربي شو بيحكوا عنكم، أنتوا مملكة موز. وفعلا الأردن هي مملكة موز. بالتأكيد يعني وثائق بندورة يعني زادت حنق الشعب على النظام، خصوصا أن الشعب الآن عندنا لم يمرق في تاريخ الأردن يعني في فقر عندنا، بس أنه الناس تأكل من الحاويات ومن الزبالة يعني لم يمرق في تاريخ الأردن هذا الحكي. نعم. فإحنا كيف معلش يعني أنا هاي الفترة بصراحة يعني عاصرتها بشكل واضح ورقبناها يعني إعلاميا كيف كان شكل الحراك اللي في الأردن، الاستياء الشعبي نتيجة يعني مع أنه يعني باعتبار الأردن يعيش يعني إلى حد ما بفقر مدقع يعني بصراحة مستوى دخل الفرد يقال أنه شيء سيء للغاية. كيف برأيك الشعب الأردني كان عنده القابلية لأن يتعامل مع ملف فساد بهذا الحجم؟ هو المشكلة مش بس يعني أنت بتقول خلينا بهاي الجزئية مش بس دخل الفرد وهذا. منظمة الصحة العالمية بتقول 40% من أطفال الأردن عندهم سوء تغذية. يعني أنا في عندي مثلا أحمد الذيابات البطوش الآن بالسجن، هذا بنته توفت قبل ما يقبضوا عليه ب 31/12/2021، توفت قبل ما يقبضوا عليه بأسبوعين من سوء التغذية. فالأردن تعاني يعني الشعب الأردني المهمش هذا يعاني معاناة هائلة، لكن الأردنيين يعني قابلوها بالسخرية. قابلوها ليش؟ كثر الظلم، كثر الظلم والفقر والاستبداد. كما قال ابن خلدون يفسد المجتمع وأخلاق المجتمع. يعني هلأ أنت عم تقول أن المجتمع الأردني أخلاقه فاسدة، يعني أنت هذا اللي بيشوفه الدكتور خالد أن المجتمع فاسد أخلاقيا أو فاسد مجتمعيا أو ما بعرف لحتى ما قدر يتعامل مع قضية فساد من هذا النوع
وبهذا الحجم؟ حسياتي أنا متأكد إنه في ناس ولا الأمن والأمان وعدم ثورانة سوريا، ثورانة الأردن أو صومالة الأردن أو لبنانة الأردن كانت يمكن عند المستمع أو المشاهد أو الشعب الأردني أهم بصراحة من أي فوضى كما يقال أو يشاع. يعني بيقول لك خلينا عايشين، يعني في ناس بسوريا لغاية اليوم بتقول لك كنا عايشين، يعني بغض النظر عن الشيء اللي حصل. فبرأيك يعني الأمن والأمان كمان والسلم بغض النظر ولو كان بأدنى حالاته مو أهم أحيانا من موضوع التمرد والثورة والتخريب والتغيير مثلا؟ يعني صحيح. كما يقول لك أحد يعني بجوز الجمهور اللي وضعه ما بيقدر ما بيسمح له أنه يقدر يعمل أي شيء. أستاذ أحمد اللي بتتكلم فيه صحيح، لكن هو ناحية يعني هي هذا واحد من الانديكيتورز، هذا واحد من المؤشرات. نعم عرفت علي؟ أنت بتعرف إنه كل معادلة فيها عناصر كثيرة and you have to factorize them. نعم. لازم هاي العناصر تدخلها في هذه المعادلة. فأنت مثلا مفهوم المواطن المستقر، هذا مفهوم المواطن المستقر مفهوم خطير اللي هو ممكن أجوع، ممكن أتحمل الضرب، بس إنه خلي الأمن والأمان وخلينا ما نصيرش مثل سوريا. وأنا أعيد الكلام، يعني شو يعني هذا اللي بدنا نورثه للأجيال القادمة؟ قدرت الدكتور خالد قدرت أنت مثلا يعني تتواصل بشكل أو بآخر مع الشارع الأردني مباشرة؟ لقيت آلية يعني ما أعرف، يعني بعيدا عن السوشيال ميديا، أو السوشيال ميديا يمكن كانت كافية مثلا، هي فقط السوشيال ميديا هي المتاحة، وقدرت تحمل تغيير، قدرت توصل صوتك، هل الناس سمعتك؟ في عدد كبير من الأردنيين مثلا كلمة الأصنام الهاشمية هي حصريا إلي كلمة، يعني أنت قدرت توصل المواطن الأردني لحتى تأخرجه من تفضلت مصطلح المواطن المستقر. بالتأكيد كلمة مثلا متلازمة الهاشميين، هذا الداء الذي يصيب الشعوب. نعم متلازمة هاشمايت سيندروم، هذا المتلازم مثل متلازمة ستوكهولم، مثل الداون سيندروم، هذا مرض يصيب الشعوب. متلازمة الهاشميين طبيعي متحورة، هاي هذا طبيعي، فهمتها للأردنيين، الأردنيين يقولون فيها. في كثير من المصطلحات، الصنم طيب. الهاشمي هاي مصطلح حصري لإلي. طيب. كيف الدكتور محمد الجوادي له مصطلحاته؟ أنا كمان إلي مصطلحاتي وتداولها الشارع الأردني. موضوع الشيء اللي حصل مع الأمير حمزة، يعني وحاول إنه يعني يقال إنه حاول بده يأخذ الولاية أو الإمارة أو الملك من موضوع يعني من الملك عبد الله، إنه هو الأحق من هذا الكلام. ما بعرف أنت كيف راقبت هالمرحلة هاي والحصار اللي كان مفروض عليه أو موجود هو فيه، والرسائل اللي كان يسربها أحيانا عن طريق الهاتف، وفعليا اللي هي عملت ضجة كتير كبيرة يعني بالسنة أو السنتين الماضيين. دكتور خالد ما بعرف كيف راقبت هالموضوع. راح يكون تقييمي مختلف. أسمع. إيه. الأمير حمزة كان ولي عهد، مسكوا الملك عبد الله وقال له قلب وجهك، هاي ابني حسين هذا الولد التافه هو الولي العهد. ليش هاي المرحلة صارت؟ ابنه والملكة رانيا كما يقولون، أنا لا أعرف طبيعي، أنا بالنسبة لي لا أحترم هاي الشخصية. ليش؟ لأنه هي تعيش ببذخ، وبينت سرقاتها في بندورة وتتدخل في الحكم، ما لها صفة دستورية. هل برأيك الأمير حمزة يمكن يكون وضعه أفضل بقيادة الأردن من الأمير؟ لا 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 لا، هذا هاشمي منحط، ملوش ما عنده قيم ولا. وأقتبس من الدكتور أحمد عويدي العبادي وهو مؤرخ أردني، بيقول لي هذول هاشميين منحطين، جاءوا وعذبونا يعني يروي. ليش ما بتتوسم التغيير ما أو إصلاح ما بشخصية أخرى مثلا؟ يعني ولماذا اجعل يعني في بعض خلينا نقول القراءات او يعني بقول لك يا اخي حتى لو كان في ملك عم يحكم يكون عادل، يكون في امن، يكون في تامين يعني معاشي، يكون في حقوق للانسان، يمكن يكون يعني افضل من موضوع يعني بغض النظر أحمد. ان كان يعني انا هيك بقول لك المستمع والمشاهد يعني استاذ احمد، يعني ببساطه خليني اقول لك وكيف اجعل يعني هل أنت مشكلتك مع العائلة الهاشمية أم مع الآلية الملكية لحكم الأردن؟ أنا مشكلتي أول شيء كيف أجعل قدر شعب يصنع قدر واحد، أي من واحد.
مشكلتي أنه لا يوجد مؤسسات. إذا مشكلتك بالملكية بحد ذاتها وليس بالشخص بشخص لا الملك. لا يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا اللي أطمح. يعني أنت ضد الملكية؟ لا أنا أطمح التالي. نعم خليني أقول لك، أنا أطمح بدولة حديثة عصرية فيها فصل للسلطات وفيها سيادة للقانون وفيها تقدم مستدام. دولة جمهورية، دولة شو نظام الحكم اللي فيها فيها بشوف المناسب للتكوين الأردنية لعدد سكانها ما يعني يصل بأحسن حالات لعشر مليون. خليني أكمل لك فضل. بس يعني أنا لما نكون أنا عندي دولة حديثة عصرية فيها فصل للسلطات، فيها تقدم مستدام، فيها سيادة القانون، فيها تداول للسلطة وانتقال سلمي للسلطة واحترام للتعددية وتأسيس السيادة الدائمة على مصادر الثروة وإعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة وتفعيل دورة النخب، أنا هذا اللي بطمح له لأورث أبنائنا في الأردن. هذا واجبي أنا تجاه أبنائنا. دكتور خالد، الملكية الأردنية نعم. لا تخدمني يا أستاذ أحمد، الهاشميون متسلطون مستعمرون لبلدي، محتلون منحطون، ما عندهم أخلاق. طيب ولا عندهم قيم عليا. دكتور خالد، يعني معلش، النقطة الجدلية الدائمة اللي تعرض لها كثير من المعارضين بالعالم العربي، كيف يرى الدكتور خالد يعني الجارة على الحدود الغربية للأردن إسرائيل دولة محتلة لفلسطين، كيف برأيك الأردن ممكن أن يعني يتغير منظومة الحكم فيه وهي موجود على حدود هذه الدولة؟ يعني برأيك هل يمكن إقامة نظام يعني حكم معين قابل للتصالح أو لإقامة سلام حقيقي مبني على الاحترام المتبادل مثلا؟ ما بعرف كيف ترى الموضوع. كيف ما معنى الاحترام المتبادل ومواطنينا يعني الأرض؟ يعني مثلا هلا يوجد اتفاقية وادي عرب اللي هي يعني أوقفت الحرب، أوقفت المواجهة، السلطة الأردنية على يعني ما يصل إلى منطقة الضفة الغربية، الوصاية على المقدسات، هذه الروايات اللي بنسمعها دائما. اليوم دكتور خالد، أنت كيف برأيك من الممكن التعامل مع الدولة على غرب الأردن؟ يا أخي، الجنوب أفريقيين عندهم 5 ملايين أبيض كانوا يحكموهم وعندهم كل موارد، عندهم 2 مليون كيلومتر مربع، ونابيبيا 1.6 مليون كيلومتر مربع، وروديشيا اللي هي زيمبابوي نعم، هاي كلياتها في ايد الجنوب البيض الجنوب افريقيين، والبيض الجنوب افريقيين كلهم دارسين واجسام ضخمه يعني متفوقين جسمانيا. طيب الان كيف السود في جنوب افريقيا قدروا يتحرروا؟ انا كيف بدي اقبل انه مواطنيني الفلسطينيين مواطنيني واللي موجودين تحت الاحتلال مواطنين يقتلون ويحبسون واي سلام يعني ممكن ان يتكلم عنه احد؟ يعني انت اذا انت بدك دوله هي تكون فعليا وتقيم حرب مباشره مع اسرائيل انا لم اتكلم عن الحرب. نعم. انا اتكلم عن استقلال القرار السيادي. لم اتكلم على الحرب. الحرب الآن أنا أتكلم كيف نعيد بناء دولتنا الهشة المحتلة من قبل الهاشميين. نعم. لم أتكلم على الحرب نهائيا. نعم. أنا ما أتكلم عنه بكل بساطة هذه معاهدة السلام، هذه معاهدة إذلال. الملك حسين طلع قدنالها في وقتها وقالوا سلام الشجعان، لا، هذا استسلام الأنذال. وهذاك اليوم في محامي أردني كتب عن معاهدة السلام الأردنية معاهدة ذل وعار، حبسوه محامي والله العظيم ما زل عليه، حبسوه للمحامي. فهاي معاهدة يعني شوف وضع المياه فيها، كيف اختراق السيادة الأردنية من خلال هذه المعاهدة، ماذا أي مصالح جلبت للأردنيين هذه المعاهدة؟ أي من ناحية كم مرة خرقت إسرائيل بنود هذه المعاهدة؟ نعم. وأنت بتذكر هذاك اليوم شو اسمه بهدل السفير الأردني اللي كان رايح على الأقصى وطردوه. طب برأيك يعني معلش، لأنه هذا تفصيل صراحة كثير طويل وعميق، برأيك هل من الممكن تغيير الآلية الحاكمة في الأردن وتغيير الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية في المنطقة ويوجد من يسمح بتغيير النظام
هو المنظومة الحاكمة في الأردن دكتور وائل خالد عفوا آسف. أستاذ أحمد، أنا لما قلت بدنا دولة حديثة عصرية هاي قرارات أمم متحدة، بدنا حوكمة هاي قرارات أمم متحدة، بدنا فصل للسلطات هاي قرارات أمم متحدة، تأسيس السيادة الدائمة على مصادر الثروة هاي القرار رقم 15-14 لسنة 1960 اللي استخدمته محكمة العدل الدولية في الجدار العازل وفي قضية الصحراء الغربية. فأنا اللي حكيته اللي هذا القانون الدولي بيقول لي أنا لازم أحصل على هذول، لازم أحصل عليهم. الانتقال السلمي للسلطة واحترام التعددية هاي قرارات أمم متحدة، يعني قانون أصبح قانون دولي عرفي. انتقال سلمي للسلطة في الأردن؟ نعم. مين حكى عن انتقال سلمي للسلطة في الأردن؟ احنا بنحكي بدنا نأسس للانتقال السلمي. إذن ليس يعني انت قصدك عم تحكي بالقانون الدولي. القانون الدولي بيسمح لي اعمل كل هالشيء، ها بيسمح لك تعمل هالشيء. طب برايك هاي الامور بعيدا عن الانتقال السلمي للسلطه او هذا الكلام، برايك هل ممكن تحقيق دوله المؤسسات ودوله المواطن واحترام حقوق الانسان وتوزيع الثروه كما تفضلت او 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 او, أو مؤسستها، هل برايك هذا ممكن تحقيقه مع الملك عبد الله؟ لا لا لا، مش مع الهاشميين. يجب إسقاط النظام الأردني، لن يتقدم. هل العشائر والقبائل والهاشميين برأيك في الأردن؟ الهاشميين أقلية كلهم 70 واحد. يقبل بهذا الشيء، ولكن وراهم صراحة العشائر. العشائر وراهم شريحة كتير كبيرة من الشعب. يعني برأيك هل هذا الخطاب ألا يودي في الأردن إلى حرب أهلية؟ ليش؟ ما حدا بيعرف. لو انت انا عم بسالك، هاي مش بالنمسا غيروا الهابسبورغ؟ هذا في النمسا، انا عم بحكيك على الاردن. انت بتحكي مظبوط صحيح، انا بس يعني امازح. احنا الموروث الثقافي عندنا صعب. نعم. الموروث الثقافي عندنا حتى يصل الى درجه يعني عنيف، والخطاب عندنا عنيف. يعني اذا انت بتقول بدي اسقط النظام، ما بيطلع بيقول لك ليش بدك تسقط النظام. نعم. بيطلع بيقول لك هيك هيك لأبوك، هيك هيك لأمك، بدي أفعل، بدي أترك، بدي وهكذا. they will start insulting you. طبيعي هذا بيدلك على شيء. طبيعي الأردنيين عندهم تخوف إنه أسقاط النظام يعني وطن بديل للفلسطينيين وحكم فلسطيني، خصوصا إنه الفلسطينيين. أنت عندك مشكلة إنه لو فلسطيني كان هو اللي حكم؟ والله أنا في لي بثات على هذا، الجمهورية الأردنية الفلسطينية في الأردن. أنا أتمنى أن الفلسطينيين يحكموا الأردن. أنا شخصيا أنا خالد قساني بقول لماذا؟ عندهم متحضرين أكثر من الأردنيين. الأردنيين بعذبوا. أنا إذا برجع على إذا الفلسطيني بحكم الأردن برجع على الأردن بقول له أنت شو اسمه تجربة الضفة الغربية يعني، وإن كان خلينا نقول لا تجربة الرئيس عباس أو عباس هذا أو كمان أو المنظومة حماس الموجودة في غزة، برأيك هاي التجربة الفلسطينية هل تشجع على أن يقوم الأردني أو الفلسطيني الموجود في الأردن فعليا على اختيار قيادة فلسطينية مثلا؟ يعني هو بالحقيقة من الصعوبة بمكان، يعني هاي تجارب بشكل أو بآخر يضاف عليها الحركات الفلسطينية يعني المتصارعة فيما بينها، يعني والتي أصبح جزء منها جزء من المشروع الإسرائيلي أو جزء من المشروع الإيراني. يعني برأيك اليوم هل الأردن ممكن أن فعلا تستطيع إخراج قيادة أو القيادة أو الفلسطينيين موجودين في الأردن أو آسف يستطيعون إفراز قيادة الفلسطينيين ترقى لإدارة أو لقيادة الشعب الأردني والإنجازاته يعني ما في إنجازات؟ مش إنجازات، يبقى صوت على الشعب، مستوى الشعبي عفوا، خلينا عن هالمستوى الشعبي، الشعب المثقف اللي عنده مستوى تعليمي مرتفع وشريحة كتير كبيرة من الشعب هو فعليا ذو تعليم جامعي بصراحة، هذا شيء معروف، وكثافة الجامعات الموجودة في الأردن. بعيدا عن التفصيلات، برأيك على الفلسطيني اليوم برأي الدكتور خالد الفلسطينيون قادرون دائما على إنتاج قيادة وقيادة جيدة دائما. طيب. وبالفترة الأخيرة أنتجوا هذا عباس، هذا عباس شخصية تافهة، شخصية فارغة جدا، يعني أكثر ما أقول فيه إنه هذا آفة الفلسطينيين. والقيادات اللي تزعم المقاومة وكأنهم اضطروا إنهم يتحالفوا مع الإيرانيين، لكن لا أجد مبرر لهم أنهم يحطوا صور قاسم سليماني مجرم ونحط. عرفت علي كيف؟ أما في الأردن في السياق الأردني أنا متأكد أنه الفلسطينيين
قادرين على إنجاز أو إنتاج قيادة واعية حقيقية إذا أرادوا. طيب ولذلك أنا أنصح الأردنيين، أنا شخصيا أنا كأردني أنصح الأردنيين بالالتحام مع الفلسطينيين. وطبيعي هنا هل في آذان صاغية لهذا الطرح؟ والله أنا بثيت 4 حلقات عن الجمهورية الفلسطينية في الأردن، وتكلم معي أشخاص من عائلات أردنية قالوا يعني أنت كيف ترى هالشيء؟ قلت لهم أنت بالنسبة لك لما تحط ديباجة الدستور وتقول أنه أنا بالنسبة لي من أهم الشروط في هذا الدستور اللي هو حق العودة، الفلسطينيين بدهم يشتغلوا بالأردن على أساس يعودوا لفلسطين وتبقى أردن للأردنيين. وين المشكلة؟ وين المشكلة عندكم؟ أما أنك تعزلهم هيك وتمنعهم من العمل المؤسساتي والعمل السياسي، طب كيف بده يحقق حق العودة؟ وكيف بده يساهم في المجتمع؟ فأنت لا، هنا أنت وظفته في هدفه اللي هو حق العودة، ولذلك أنت بالنسبة لك هنا عملية التوظيف. ورح ينقل لك الخبرات، لأنه إحنا الأردنيين وأقولها بكل فم الآن، إحنا بدوان مجملة، إحنا مجملين بدوان، بعدنا منفكر بألوهية الملك وبعدنا منأله كل شيء. مين برأيك اللي بيخلي إنه هذا الفكر البدوي يعني هو يعني مستمر أو موجود؟ مين بيرعى استمراريته؟ النظام الهاشمي بهمه إنه يكون ورثه عن بريطانيا الخبيثة. في شريحة يعني في شريحة منيحة من الشعب إنه بهمهم إنه هذا الفكر البدوي وهذا الفكر الأصيل، إنه اللي بيجمد تفكيره ما بعرف يعني. الفكر البدوي مش فكر أصيل. إحنا بالنسبة لنا يعني عمرها ما كانت الأردن دولة. الأردن ما كانت دولة. عرفت علي كيف؟ في بعض المؤرخين مثل الدكتور أحمد عويد العبادي وغيره بيحاولوا ينتجوا، فبيذهبوا إلى المملكة العمونية أو المملكة الأرامية أو المملكة اليابوسية أو الحثية. أما متى كان عندنا دولة إحنا؟ ما كان في دولة. ولذلك الملك عبد الله لما إجى على الأردن وعارف أنه هاي بده يصير عنده دولة، وقال أنا جيت في زيارة احتلالية، هاي في مذكراته، وقال أعداؤكم الأردنيين لأبنائه، والأردن مشاع ويجب أن تبقى مشاع. الآن إحنا عندنا دولة بأي حال من الأحوال، عندنا الآن دولة معترف فيها من الأمم المتحدة، هل نستطيع إدارتها؟ إحنا لا، كل ما إجانا غريب نتحالف معه. كلوب باشا اللي هو جنرال بريطاني كانوا كل البدوان عبيده، كانوا عبيده وسموه الصاحب، وشافوا دلال القهوة يوم ما طلع من الأردن وقالوا عن تعريب الجيش انه الملك كان بطل وطرده. مش صحيح هذا الحكي، حتى عملوا له حفل وداع، هو خلصت مهمته الزلمه. فاحنا ولذلك حتى تركيبه الجيش تركيبه بدويه، ولذلك بسهوله اصبحوا مرتزقه. لو عندما خرجوا على هايتي اقترفوا جرائم ضد الانسانيه جنود الاردن، جنرالات الأردن بتتقاعد بتروح تتقاعد بأمريكا، وهسايات هم لهم 10 سنين و15 سنة بقول لك أنا بدي أحافظ على مؤسسة العرش بالأردن. طب ما تعلمتش بأمريكا يا أخي؟ ما تعلمتش من التعديل الأول، من الحرية، من هذا اللي بيضمن الحرية؟ 10 سنين و15 سنة متقاعد بأوروبا وبأمريكا وما تعلمت الثقافة الاحترام. يعني إحنا لما نقول بدنا نسقط النظام بيطلعوا بسبونا وبيقولولنا خون وعملاء. يعني صراحة حديث يطول، بدنا ناخذ بس نتناول جزئية الكتاب اللي حضرتك كاتبه. هذا يعني أنت موثق فيه تقريبا أو سارد فيه كل السردية اللي تتعلق بشكل الأردن وشخصية الأردني والمشهد المعارض وشكل النظام وكل هالأمور هاي. شو غايتك من هذا الكتاب ومن سيقرأه؟ الكتاب نشر ب يعني انا شايفه اعتقد يتجاوز 500 صفحة، اكثر 700 صفحه. وش وقفه؟ اي وش وقفه؟ وش يعني 1400 يعني؟ لا لا لا، او وش وقفه 700 سبعمية. اذا 350 ورقه 220 الف كلمه. 220 الف كلمه من غير الفوت نوتس يعني الهوامش. الكتاب هذا يعني اذا بدي احكي لك، خلينا احكي لك الفكره كيف اجت. لما يجينا على هون، وانا دائما بحكي
عن الأردن وهذا، فعائلتي أشارت علي وقالت لي طيب أنت بتحكي عن الأردن ما تكتب كتاب عنه. أنا كنت عارف الصعوبات إنه ما فيش مراجع، مين بده يكتب عن محكمة أمن الدولة ومين بده يكتب عن إطالة اللسان، فعارف الصعوبات. فجلست أفكر بالأمر، وإذ بي أشوف على الفيسبوك الناس بتنشر، بتنشر الناس إنه أنا انحبست أنا مش عارف شو، فصرت أشبك معاهم، مرحبا كيف حالك، أنا اسمي خالد قسامي، أنا دكتور قانون، ممكن تودي لي الحكم تبعك. فلما بلشنا نقنعهم أخذت وقت، ليش؟ لأنه مش متعودين الأردنيين إنهم يشاركوا بأبحاث علمية. فلما وصار فلان يعرف على فلان وكذا، واللي يستعصي معاي أتصل بصديق لإله يتصل فيه، وهكذا لمني جماعة ألف حكم. يوم جماعة ألف حكم، طبيعي إحنا في هذا هاي مرحلة ألف حكم سياسي؟ كلها جرائم إطالة لسان المفروض. إذن سياسية هي؟ المفروض جرائم رأي. فأنا لما جمعت الأحكام هاي، هاي بيسموها مرحلة الداتا مايننج. فأنا لما جمعت الأحكام هاي وحطيتها على بروجرام بيسموه SPSS Social Package Science Social Science، بلش يبين عندي ترند. أنا كنت بدي أكتب عن جريمة إطالة اللسان فعلا قبل التعديلات الدستورية ب 2011، فعلا كانوا يحاكموا الناس بمحكمة أمن الدولة على جريمة إطالة اللسان، لكن بعد 2011 لا، هذول بيحاكموا باتهامات مركبة. جريمة إطالة اللسان بالمادة 165 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، جريمة إثارة النعرات بالمادة 150، بجريمة إهانة مؤسسات، جريمة تقويض نظام الحكم بالمادة 149. الآن صار عندك هذول بتحاكموا منظومة إيه؟ فأنا لما بين عندي هذا الشيء، ليش طيب بيعملوا هيك؟ عساس يستعيدوا اختصاص محكمة أمن الدولة. في طبيعي شفنا قضاة محترمين كانوا بالأول، مثل القاضي ناصر السلامات، حكم حكم على سفيان التل وموفق محادين، الأردن كله ضرب له سلام تعظيم. في سنة 2018 بيحكم على حمد الخرشة اللي مضرب على الطعام هالسيئة. فصار يبين عندي ترن، فإحنا جينا عملنا فلتريشن يعني تصفي لهالأحكام، ونزلناه لنا 400، وجدنا أنه 80% من المحكومين يحملون درجة الدكتوراه. 80% 80% من الأربعمية. 80% من الأربعمية، أيوه. 80% من الأربعمية، تمام. يعني قريب 26% يعني حالهم بيفتحوا جامعة. نعم. في منهم أحمد، دكتور أحمد عويدي العبادي، الدكتور سفيان التل، الدكتور موفق محادين، الدكتور أسامة. كتبت ووثقت كل اللي حصل، وثقناهن. وبعدين اتصلنا بالناس فرونا وصار معاهم، بعدين اتصلنا بأخصائيين، واتصلنا ببروفيسورية وبنواب بالبرلمان، منهم غازي الهواني، منهم النائب هذا اللي أخذ طيب صالح يعني العرموطي. يعني في تفاصيل كتير دكتور، في تفاصيل خالد كتير. يعني أنا برجع بقول شغلي، إنك أنت هذا الكتاب كتبته هو كنوع من التوثيق التاريخي لهالمرحلة هاي، ولا أنت تأمل بأنه هو يكون سبب للتغيير أو لي؟ أأمل أنه يكون سبب للتغيير. نعم. وإنتاج أدبيات للثورة. كيف؟ شو قصدك بأدبيات للثورة؟ أمل كار كبرال سيز، أمل كار كبرال يقول The revolution requires a revolutionary theory. A revolutionary theory. الثورة تحتاج إلى نظرية الثورة. فيعني مثلا على سبيل المثال الثورة الأردنية أو الحراك الأردني، خلينا نقول له أنه ما تطور لثورة ولا تطور لمعارضة. هذا ما عنده أدبيات، ما في أدبيات، بيطلعوا يعني وبيصيحوا الملكة فساتين، الملكة، الملك وبانادورا، لكن هو شو طب ليش طالع؟ في ناس بتطلع كاتبة على رغيف الخبز إلا هذا، ايش بدي اياك انت ثائر؟ شو مشكلتك؟ ثورة جياع، شو ولا حتى ثورة جياع، يعني حتى ثورة الجياع تخرج بتوكل الاخضر واليابس، اما طالع وكاتب لي على رغيف الخبز الا هذا. فناس بتطلع بتدور على وظائف. انا لا احتج على انه الجائع لازم بده خبز، لكن هذا لا يوريك انه في عنا ادبيات للثورة. يعني مثلا اسعيات، إذا بتروح على جنوب أفريقيا أنت تجد أدبيات ثورة الأفريكان ناشنال كونغرس، بين واضحة
من بداية من مؤتمر منقاو لليوم، في أدبيات لحركتهم، في أدبيات لحركة نيلسون مانديلا ورفاقه أحمد كثرادة. يعني معلشي برأيك دكتور خالد، يعني هل موضوع الأدبيات هاي، طبعا احنا لسه هنتطرق بحديثنا للحالة السورية، للحالة المصرية، للحالة العراقية، بس خلينا برأيك هاي الأدبيات هل من السهولة زراعتها يعني بفترة معينة؟ ما تقييمك قديش الفترة يمكن تكون؟ هل الجيل هذا قادر أو قابل للاستماع؟ هسا الدكتور فتح المسرودي قال لي هذا للأجيال القادمة، بس أنا بكثافة الإنتاج ممكن يتغير الأمر، والمفروض أنه ناس تانية تشارك وتعمل مثل هاي الأعمال الأدبية، من فن، من قصيدة، بس هذا شيء كله محصور على شيء خارج حدود الأردن. برأيك هل يعني لأي حد رح تنجحوا بإدخال هذه الأفكار للشريحة اللي أنتوا يعني تتأملوا احنا نتأمل أنه بروفسورية الجامعات يعملوا مثل بروفسورية جنوب أفريقيا أو بروفسورية شاملو. أنهم يكتبوا، هل سيسمح لهم أم سيعتقلوا أم سيحاكموا؟ كما تفضلت أنت وثقت يعني 80 حالة بروفيسور مقابل 400 حالة محاكمة، يعني برأيك هل يجرؤ الناس أم هل المعيشة اليومية يعني ما بتخلي حدا يقدر يفكر بأي شيء آخر؟ والله أنا إذا بقرأ لك من عند الدكتور محمد النظامي اللي هو دكتور كان في جامعة اليرموك وراح على أمريكا وهسا عيالك رجعوه على الأردن، ضحكوا عليه وهسا محصور بالأردن. طبيعي هذا الدكتور بيقول أنتوا يا بروفيسورة الجامعات رضيتوا ب 1500 دينار راتب وسكرتوا بوابكم عليكم وفكرتوا حالكم بأبراجكم العاجية، لكن سكوتكم ستدفعون عليه ثمن وسيكون الثمن دماء أبنائكم. هذا أحمد، السكوت والجبن لا يبرر لصمت البروفيسورية في الأردن والأدباء الأردنيين. وإحنا منشوف مثلا يعني مثلا رسامين مثل حجاج، الرسام حجاج هذا سجنوا ومع ذلك أصر على موقفه وظلوا يكتب. يعني إحنا منشوف حراكيين بيكتبوا مع أنهم يسجنوا المرة تلو الأخرى، مش فارقة عندهم. فأنتوا يا بروفيسورية الجامعات هذول مواطنين مستقرين، هل عندك تواصل معهم؟ هل يعني إلى أي حد؟ والله أنا من البروفيسوري اللي يعني أعتد فيهم الدكتور عزام العنانزي وصدام المقابلة والدكتور محمد تركي بني سلامي، وهذول موثق أراءهم في الكتاب عندي. طبيعي الدكتور عزام العنانزي نشر مقال هو والدكتور محمد تركي بني سلامي. محمد تركي بني سلامي افتعلوا قضية ضده، ولا هو الوزير سامي الداود هذا وزير بلا أخلاق، وكلف كم من صبي عنده خزمتي وراحوا رفعوا دعوة على محمد تركي بني سلامة حطوه بالسجن. هسعيات ترك الأردن كلياته وراح يدرس بأبوظبي واعتذر الزلمة ومش عارف شو بده يعيش. هسع احنا يعني عملت معاه لقاء وشرحني كيف يراهن دكتور خالد على الشباب. الشباب الأردني مختلف عن الجيل السابق نهائيا. الجيل السابق جيل في كانت تنشئة في المدارس وبعد يصير عمره 18 سنة يدخل الجيش مكلف فيتعلم العبودية. ليش؟ لأنه بالجيش بيقول له اترك كرامتك عباب السرية، فيتعلم العبودية والخوف. مين بيقول له هاي العبارة؟ القاضي تبعته. أنا انقلت لي هاي العبارة، اترك كرامتك برا وخل. اترك كرامتك برا السرية على باب السرية وادخل، لأنه بتنسب بالجيش. الجيش الأردني بتنسب وبتتبهدل. يعني شو وضع الشباب الحاليا؟ الشباب هذول لم يدخلوا الجيش. لم يدخلوا الجيش، ولذلك هنالك حلقة مفقودة بالتنشئة. ولذلك هذا الشباب الأردني شباب ثائر، شاب جميل. أنا بسمع آرائهم وبسمع تعليقاتهم وبشوف طموحهم. لا، شباب مختلف عن السلف، واحنا بهمنا انه نقف سد. ولكن هل هذا الشاب يعني في عنده مساحه لحتى انه يفكر بعيدا عن المكاسب اليوميه وحياته والتعليم والاكل وشربه؟ هو راح يصطدم لاحقا الشباب الاردني في الواقع البطاله وواقع عدم قدرته على بناء المشاريع، واحنا عندنا ما في مع ميدو يصطدم مع الواقع.
راح يصطدم بعد ما يصطدم مع الواقع وراح يثور. وبعد ما يثور كما قال أنطونس عادي، اظلموا شعبي أكثر فسيعي شعبي أكثر. الآن الأردنيون يسيرون في رحلة الوعي، وأنا أدعو كل مثقفين الأردن إنهم يشاركوا في رحلة الوعي الأردني. الآن إذا إحنا هاي المشاركة في رحلة الوعي الأردني، وصل الأردنيون إلى مرحلة مقبولة من الوعي، والوعي السياسي والوعي في حقك كإنسان، تعيش كإنسان. لا. الأردني لا يعيش كإنسان، الأردني هو يعيش كخنزير في حظيرة الهاشمي فقط لا غير، ليس أكثر. هذا وضع الأردني، ليس بأقل من هذا التوصيف. طيب. ولا بأكثر منه. آخر جواز سفر عرض عليك بال 2019 ولا حصلت عليه؟ حصلت عليه؟ حصلت عليه. حصلت عليه مدة 5 سنوات، معناته صالح ما زال لحياة الآن. بينتهي قريبا. طيب بعدين أنت متى بدأت بكتابة كتابك؟ 2020. بال 2020. طيب الكتاب وصلت أصداؤه للأردن، شو صار؟ تهديد. أنت موجود في النمسا، موجود في النمسا، مقيم في النمسا. طبعا نحن بنتحفظ على يعني نذكر مكان إقامتك يعني باعتبار أنه هاي خصوصيتك. ما احناش حاسبين حسابهم. نعم. طب كتبت هالكتاب، شو 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 إجاك من الأردن نتيجة هذا الكتاب؟ وأنت فعليا أن منحوك الجواز السفر. ما هو هم منحوني جواز السفر، وبعديها أنا بالنسبة لي شفتهم بيسجنوا أبناء شعبي، فأنا جيت بلشت رجعت أحكي. هذا بعد شهرين من منحي لجواز السفر. فإجا حكي معي العقيد الدمور، قال إحنا اتفقنا أنه أنت ما تسكت. قلت له بس أنت قلت لي الأوضاع بتتطور، الأوضاع تسوء. أنت ساومتني على حقي في جواز السفر، بحقي بحرية التعبير. هاي مقايضة باطلة. بكرة بدي أروح أزت جواز السفر بوجه سفيرك، هذا هو اللي عندي. لأنه أنت بدك تقيدني بجواز شو السفر. شو قال لك العقيد هون؟ قال لي أنت حر. قلت له بالتأكيد أنا حر، وأنا لا أحترم نظامك. كيف كان يحكي معك؟ هو كان يحكي معاي بطريقة، فقلت له لا لا لا، كيف الآلية عفوا؟ عن طريق الهاتف؟ عن طريق الهاتف. يتصل فيك تليفونيا مباشرة من الأردن له على الواتساب ولا تليفون عادي؟ كان يتصل بالتليفون العادي. نعم. ولذلك ما كان يظهر عندي الرقم، لكن في بيني وبينه واتساب، بس ما مش حديث الحديث. ليش؟ لأنه هو كان يسجل، ولذلك أبحث لنفسي أني أسجل المكالمات بيني وبينه. يعني تحتفظ بالنسخ. تحتفظ بالنسخ. احتفظ فيه موجودات عندي. تمام. بعدين شو صار؟ كتبت الكتاب. هسه هون لما كتبت الكتاب الهيئة أثار حفظتهم لدرجة هائلة، بحيث أنه أول مرة بعملوها أنهم قدموا للملف عن طريق الخارجية، مثل ما فهمت من الفيرفاسونج بوليتساي. فيرفاسونج شوتس بوليتساي. فهم بالنسبة لهم عاملين ملف ومشتكيين علي، وطبيعي يجوا حققوا معي. فهم اجت النمساويين، المخابرات النمساوية تواصلت معك؟ تواصلت معي. بعتوا لك بريد ولا عن طريق الهاتف تواصلوا؟ لا، عن طريق الهاتف. طريق الهاتف. قالوا لك بدنا اياك بلقاء ولا؟ وقالوا بدنا نسألك كذا. مش قالوا لك الموضوع الفلاني كذا كذا؟ لا لا لا، ما عرفت شو هو. اللي كان السؤال من عائلتي انه نجيب محامي، قالوا لا. فهم اجوا وجايبين مترجم معهم، لأنه أنا يجوا لمكان إقامتك؟ لا، في مدينة جانب المدينة اللي بعيش فيها. نعم. فيها بوليس مركزي. تمام. بعيد عن الأسماء. نعم. عشان حافظ عن خصوصية. نعم. وصار أنا شفتهم عاملين مقتطعات من فيديوهات أنا باثها. كيف حققوا معك؟ بأي لغة؟ باللغة الألمانية. هم بيحكوا هم باللغة الألمانية. صفوا أنت كيف؟ شو اللغة؟ لا، كان في مترجم عربي. مترجم عربي. تعاملت، تم التحقيق معك من خلاله؟ ايه، من خلاله. نعم. 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 بوقتها كنت مش ضليع باللغة الألمانية نهائيا. هذا كلام أي سنة؟ أنت الآن 2021. نعم. فسألوني عن هاي الأشياء، وهذا طبيعي. سألوني أسئلة خاصة، قلت له مش شغلكم، ما بجاوبك على هاي الأسئلة. رفضت تجاوب المخابرات؟ في أسئلة كثيرة ما رفضت تجاوبها. ليش بدي أجاوبها؟ ما حدا له علاقة. هن استدعوك تحت يعني صفة التحقيق ولا لقاء ودي لتوضيح بعض الأمور؟ يعني خلينا نقول شوف، يعني أنت بدك تقدر وضعهم يعني، خاصة أنه زوجتك نمساوية ودارس قانون دولي، أنا فهمت منك معي تقريبا.
علوم سياسية أو علوم سياسية آسف علوم سياسية. هو يعني بالأصل يعني لما في حدا بيقدم شكوى ضده يعني هذا إجراءات قانونية عادي، لما واحد بيقدم شكوى ضد فلان نعم وفيها يعني ممكن يكون فيها يعني مش كل الشكوات الناس بتحقق فيها، لكن إذا طيب شو صار معك بهال قديش مدة التحقيق كانت؟ ثلاث ساعات متواصلة ولا كان فيها استراحة؟ متواصلة نعم. طيب شو صار تقريبا يعني شو بتقدر راكب؟ والله هم بالنسبة لهم بالأول حاولوا يعرفوا تفصيلات مني عن حياتي هذا، فرفضت أني أعطيهم لأن أنا خصوصيتي وأنا القانون كان معك محامي ولا رحت لوحدك؟ لا القانون بيحكي زوجتك كانت معك ولا لوحدك؟ لا كنت لوحدك. لا. كم شخص عم يحقق معك؟ كانوا 2 إضافة للمترجم صاروا كنتوا 4 أشخاص في غرفة مغلقة. نعم. كانت مصورة؟ أعرف. طيب شو صار؟ سألوني أسئلة عن دراسة عن أول ما حداش طيب العلاقة تمام دخلك ما حداش العلاقة وأن تقبلوا عدم يعني إجابته خاص فيه تقبلوا الموضوع ما حاولوا أنه لا احكي لنا ما حدوا أنه يأكتوا عليك لا. كان معاً ليستة أسئلة ولا الأسئلة مباشرة كانت تحقيقية وكأنه كان في ليستة لا أستطيع أجزم لأنه كان في كمبيوتر مفتوح قدامهم نعم لا أجزم طبعا. لكن كان في ملفات كانوا عم بيسجلوا أقوالك كاملة نعم صحيح نعم نعم صحيح حلو شو صار وقتها قالوا لك يعني أنت ليش هيك موقفك من الأردن ليش هيك عم تحكي حاولوا يضغطوا عليك بطريقة أو بأخرى مثلا ما كان في ضغط يعني بقصد ضغط ولو أنه مثلا أنه ما في داعي تعمل هذا الشيء كان نوع من هذا بقصد يعني هي هيك الممارسة الناعمة كان في نعم كان في فأنا قلت لهم لا لأنه أنا المادة 15 من المعاهد الأوروبي لحقوق الإنسان بتبيح لي بتقديم رأيي وأنا بحاول أعلم شعبي هم مقتطعين بعض المقاطع اللي ممكن تشير إلى عنف أنا لا أطالب بالعنف في أي مكان من الأماكن أنا إنسان ضد العنف أسعيات مرات العنف يحصل مثل شو يعني كانوا مقتطعين لك المقتطعين لك النمسا ولا المخابرات الأردنية؟ المخابرات الأردنية نعم وأنا متأكد ليش لأنه هاي المخابرات الأردنية عبارة عن بيروقراطيين أغبياء خلينا هنا بالنمسا خلينا هنا بالنمسا فهم نعم. الاقتطاعات ما عرفوش إلى أي حد شعرت أنه النمسا أخذ الموضوع على محمل الجد لا كانوا جديين وأنا سألتهم ليش بهمهم كانوا يسمعوك ولا بهمهم يوصلوا معك لتسوية ما ربما كان هناك تسوية لأنهم قالوا لي بتحب تشوفنا مرة ثانية قلت لهم لا أنتم مش حلوين أشوفكم مرة ثانية كيف تقبلوا الوضع؟ لا they are very friendly friendly نعم نعم فشو اسمه قالوا طيب خلاص انتبه لعائلتك لجو بتبث شو بدك بالأردن عرفت علي كيف وكأنها كان فيها نوع من الرسالة لكن الحق يقال يعني هم كانوا محترمين يعني احنا بنعرف انه لن تستطيع انك تتكلم اجاك اي اجابه او اي شيء بعد التحقيق يعني اجاك بروتوكول التحقيق اللي حصل معك او انت حاولت تطلب طالب بروتوكول التحقيق باعتبار هذا الشيء من حقك يعني القانون النمساوي يضمنه لك من حقي بس ما حاولت تستشير محامي كان كيف موقف زوجتك من الموضوع مثلا باعتبار خلي موقف زوجتي على لا بقصد كعلوم سياسي يعني كيف رأيها كيف رؤيتها للحاله رؤيتها للحاله انه هي تدفع ضرائب لحماية دكتاتور في الأردن شو هالمنطق هذا يعني بكل بساطة بس طبيعي أنا عائلتي خارج هاي المعادلة نعم. أنا خالد هو من يتكلم في هاي الأمور وأنا طبيعي في عندي عداء بيني وبين النظام الأردني وليس فقط النظام الأردني كل نظام مجرم يعني أنا بالنسبة لي ما أخذ على يعني كثير كانوا يقولوا لي السفراء السفير الفلسطيني علي حليمة والسفير الأردني شو خصك بالصحراء الغربية أنا كل قضية إنسانية بتهمني فما بالك إذا في الأردن أنا كل طفل في العالم بهمني هذا بعتبره ابني طيب. فما بالك يعني بجملة كيف يرى الدكتور خالد المسالمة مستقبل القسائمة مستقبل الأردن يعني في إطار
الخمسة إلى العشر سنوات المقبلة؟ والله المستقبل خطير جدا. أنا برأيي إحنا عندنا في تهديد على الحدود الشمالية من الميليشيات الإرهابية الشيعية، واضح، وكل يوم بصير في عندنا مقتل لجنود، وخصوصا من نظام هذا المجرم بشار الأسد بيجي كوبتاغون وكأنه الأردن ممر ليلة. في عندنا تهديد من دولة الصهاينة، في عندنا تهديد داخلي من الظلم والجوع والتهميش وسيطرة حكم القلة، حكم القلة الأوليغارشي. طبيعي وأكيد خلال خمس سنوات لا نستطيع أن نتوقع، حتى يمكن الأسبوع القادم ينفجر الوضع في الأردن ولن يستطيع أحد السيطرة عليه. يعني الأردن، يعني كسؤال أخير، برأيك هل ممكن يتجه المشهد إلى مشهد عنيف ومواجهة مسلحة بشكل أو بآخر ما بين؟ في أي وقت ممكن يحصل. ممكن يصير في الشعب مسلح، في يعني شيء من مسير الجيش، ممكن تتلاقي، ممكن تشاهد بالأردن الجيش يواجه الشعب كما شاهدنا في سوريا هذا المشهد. كل جيوش الأنظمة العربية هي ضد الشعب، منها الأردن وأولها الأردن. تمام دكتور خالد، إذن خلينا ننتقل، بتخيل اكتفينا من المشهد الأردني، خلينا ننتقل لموضوع آخر.